بالبايسبس والترايسبس. هذه طبعا سلمك الله سافدي حتى دخلوا من الخيل كني رحت على جنب قعدت انظر مع قصه يا جماعه. اي هذه مع قصتي هذه مع الخيل. هذه سلمك الله يوم من الايام جالسين جلسه كذا احنا عيال قال لواحد من عيال الله يذكره بالخير انا من عشاق الخيل كمتابعه الله يسلمك. اي كمتابعه اتابع من بعيد خليك بعيد حبك يزيد. اي بس اني لا 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 المهم جاني قال لي مشينا فيها اسطبل واد عمي هناك قلت يلا وانا وريني مقطع له هو مثلي هو ما عمر ركب وريني انا اشوفه قلت يا رجال جيب الخيل وانا طالع من النادي واموري زين وكذا متحمس انا بالنادي كنت اتمرن عشق معي النادي شفت درجة ان هذا من الناس اللي اصابوا معي بالنادي اتمرن فيه المهم يومني بالنادي هناك طول العمر جيت وقاعد دائما اتمرن في واحد عندي هناك دكتور دقيقه في واحد دكتور لا 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 بس ترس في واحد دكتور عندي دكتور عظام كان يجيني يتخيل ها يقول لي لو سمحت كيف التمرين هذا يعني الدكتور بس تنظر فيه يعني تقول تحس انه يعني واحد مو ذاك العلم مره تسالني من هذا كيف هذا كيف هذا كيف كانت ايام كورونا المهم مرت الايام واروح انا الاسطبل هناك واركب الخيل وانا ركبت الخيل شايش يعني تعرف اللي يقول لك حبيبي لقى حبيبه اتابعها وجت قد خلاص يعلمني قلم سكسرت من هنا وقلت بس جنة وهو يتكلم قلت بس جنة بس مسك الطريق قلت تمام معك الزير سكسان ايوه وانا اللي عارف اعرف اللي عارف ان الخيل سبحان الله الخيل اذا وانت راكب الخيل تحس اي تحس تخيلها اذا كان مثلا مرتبك ولا شايش معه ولا ذا اي فانا جيت قال بس سكر رجليك اذا اسحب يمين تلف معك يمين اسحب يسار تروح معك يسار وكذا تروح معك قلت تمام وانا امشي بخير واروح العيال وش يسمونها وش كنترة كيف يعني ما هو اللي فتح ركضة الخيل ما عرفت اسمها فتح انك تفكها تفتح خلاص كنترة اللي هو وشو زي ما تقول هرولة خبر انا مش مع كنترة ترك اعجازي الوضع واروح الاولى وارجع قال خلاص انزل قلت لا اصبر وارجع مرة ثانية واجي طالع جوا قلت صوري سناب بالله ايوه واروح مرة ثانية زي حركة توم وجيري واروح مرة ثانية ونظر فيهم والف الخيل مره ثانيه وارجع كنت بطعوس وارجع مره ثانيه وانظر قلت لا ابي اذا جت اللقطه بالسناب تجي قويه وارجع مره ثانيه وارجع يوم رحت بيت واصرخ بقوى ما عندي واعطيها بيدي ضرب وقتها عاد قلت بنادي ذا واعطيها وصراخ شيش وشوش معها وروح ولا اذن الخيل قالت كذا خلاص اذا قالت كذا خلاص فتحت وتفتح راح انا مدخل رجلي بتكرامه زي ما تقول بالدعسات رايح رجلي اليسار تعلقت دخلت بزياده يعني دخلت زياده جاء سيناريو بمخي على طول قلت الحين بطيح بتسحبني بتوطاني وكذا اي جاء السيناريو ذا فقلت الحين خلني بطلع رجلي الثانيه عشان اطلع ابوز رجلي عشان اطلع ما يمديني انا الخيل ترى عطوا تفكيرك راح انا ما يمديني سجيت وبحاول طلع رجلي الا هي بطعوس وطعوس فيها وش فيها زي ما تقول جرت سيارات فيها كذا طعوس ينتع الخيل ولا راحت كذا وانا بطلع رجلي منزلت كذا وانا على قوه ضربتي ما ادني يدي كذا وانزل كذا على بجسمي ها كذا طق اللي يدي نصين حرفيا نصين ما هو يقول لك كسر مضاعف هذا العظم كذا وكان من بعد الله ترى المسه اكيد من بعد الله كانت يدي عضله شوي فيها ما شاء الله كان ماسك العضله يعني ما طلعت فيها احيانا كسر ويقولك مضاعف يشق الجلد انا ضربت وعلى طول مسكت يدي كذا اليد اذا انكسر العظم فيه عصب يمر بالجسم اذا مر العصب ولمس العصب ذا خلاص يدك انساها ودعها خلاص اذا انقطع العصب خلاص يدك ما في حركه اي فانا طاحت يدي ومسكتها كذا وجون عيال عندي وكنا بطعوس ترى داخل طعوس وجون عيال عندي قلت انا ما في الم من قوه الخوف والربكه لاني انا ودمي حار وتفكيري اني انا فاهم وش اللي صار فيني وقعدت ابرمج تعرف جاء قدامي صفحه اولى صفحه ثانيه كتابك خلاص اني انا عرفت اللي صار فيني وش الحين وجتني غبنه قهر لاني انا من عشاق النادي قلت الحين خلاص النادي انقطع عني وذاك خلاص وانا ماسك يدي كذا جيني واحد من العيال قال يدك قلت يدي انكسرت قال لا ما انكسرت يدي انكسرت شو كنت امسكه كذا كثير انكسرت قال لا ما كان واقول
يدي انكسر وارميها كذا وتطلع ورا كذا ها بين عشان اوريك منقهر انا وارجعها كذا ومسكها وازامة سمدي قلت هذا يسلحك قلت يدي انكسر من غبن انا منقهر ما والله ما حسيت بالالم يا رب ادرك دمك حار ايه دمي حار واركب كان موتر معنا جيب فورسينر واركب فيه لا من ما جيت ترقط لا لا الالم يجيك العلم يوم ركبت الا قدوني مدري ايش وخذوا جوالات وخذوا بس يعني العيال حتى استغربوا مني ما في اي رده فعل امشي معهم واجلس واركب سياره يوم شغل الموتر كنا وقتها على يعني وقت كورونا كما مات وقت كورونا المره اللي تو فتحوا الحجر عنا المهم مركب الموتر قالوا يلا مشينا يوم شغل الجيب طعوس كيف تمشي يوم شغل الجيب وتحرك وانا بقوم عندي يضرب لي قدامي طلع وقف يوقف والالم هنا عاد ترى الم الكسر نفس الم يساوي الم الحرق الالم هنا والالم عندي مو طبيعي قلت وقف وقف والالم يزود قلت امشي كل ما الوقت كل ما راح الالم بدي يرجع اقوى قلت امشي ويمشي وقف اخر شيء قلت اسمع لو ادخل يدك بوجهك لو اسوي اي شيء لا توقف لو اصيح لا توقف لو اسوي شيء لا توقف قلت تمام وهم معيار مرتبكين معي قلت تمام قلت تمام وامسك كذا واحاول اثبت نفسي على الباب قلت امشي شو تثبت وش ما تثبت تطعوس السياره والنفوذ السياره هزه هزه والتحرك اللي تسمع العضك حق على بعض والالم والالم والصراخ ابي يغمى علي ابي يغمى علي اي يغمى علي لان الالم ترى اذا وصل حد يضرب العصب يغمى عليك اي يغمى علي والالم اعوذ بالله الالم وصراخ اليوم هذا ويدرسون وسفروا مطبات والالم والالم ويوم دخلنا المستشفى ودخل المستشفى ونزلوني حتى جابوا قدامي العربيه ذي من قوه الالم نزلت اركض لداخل المستشفى يمسكوني مريضات قدامي انت شربت حليب عرير انت مدري وش يوم كورونا انت سويت قلت يا اخي انا متعافي من العافيه جتني قرعده هذه انكسرت يرحم والدي دخلني المستشفى اول ما جيت عنده وانا عاد فيها اسماء ادويه ما بيقولها هنا فيها اسماء ادويه المخدره قويه عارفها قلت عطني هذا الفلاني انا مختص ذا عطني فلاني عطني فلاني عطني الان ابي الحين الالم مو طبيعي تريد اقول اساميها دال اقول لك الباقي طق يوم دخلت اسمع يعني دبلت الشاشه اقول لك يوم قلت عطني الشيء ذا يوم اعطاني كان وقت على اذان المغرب ايش يعطيني الابره الا اقسم بالله الربع ان محلك طفيت خلاص نسيت نسيت الالم بس انا نسيت الالم بس عقلي معي يعني نسيت الالم شفت همك العصب انا داري انا همي العصب قلت على طول النادي انا صرت اشتغل معهم الاشعه يجيب الاشعه ورفع يدي ونزلها ويسوي الاشعه اللي شاف الدكتور احنا كنا بقريه شاف الدكتور الكسر مضاعف قال لازم عمليه قال لي حاتم انت عارف وضع حتى انا مستشفى هناك اللي يعرفهم قال لي الدكتور اسمه جلال الله يذكره بالخير قال لي لا حاتم عزم عمليه هو عارفني قال لازم عزم عمليه قلت اسمع حاول تجبره يعني ما بي فتحت عمليه لاني ادري ان فتحت عمليه راح ينقطع عضله وكذا قلت حاول تجبرها قال قلت اسحب وجبر قال تمام ويجون اثنين حاول يسحب وانا معهم وصراخ عدل العظم سوى شيء مره ثانيه لا ما انجبرت والعمليه دائما الواحد اذا جاك كسر اذا جبرت وانجبر غلط خلاص يكسرونها لك اي من جديد اي قلت اجل المستشفى واطلع المستشفى سيده على طول المستشفى اطلع بريده ادخل المستشفى يوم دخلت المستشفى انا سلفتي كلها بالمستشفى هذا يعني الحين ما جبر العظم يوم سوى لا الحين بس هو ايش سوى جبر العظم ولفها بشاش وحط لي زي ما تقول مثبتات ثبتات وعطاني دقني يوم وانا طالع من المستشفى ابرتين ومشيت عشان الالم يروح يوم دخلت يوم وصلت المستشفى هناك بريده مستشفى تخصصي يوم دخلت قلتهم الوضع كذا ودخلنا وقتها على الساعه يمكن 11 12 الوضع 1 2 3 يا تمام ودوني غرفه كسور في غرفه خاصه كسور اجلس فيها اللي يمرني دائم يمر طاقم طبي يكون استشاري زي الجروب استشاري ومعها اطباء وانا لابس الكمام انا ما افكر الكمام هم لابسين كمامات كلهم وانا جالس كذا اللي يمر الدكتور سلامات يا حاتم ادري شو شوف شاف ذا الا من واحد اناظر فيه هم لابسين كمامات قال لي انت اخصائي علاج طبيعي ناظر فيه انا لي مقاطع منتشره صح انا عارف المقاطع منتشره وكيف في ناس تعرفني بس كلمتي كانه يعرفني شخصيا قال اخصائي طبيعي قال لي هو مصري هذا كبخي قال هو ذا اللي كان يمرني بالنادي هذا اللي يمرني بالنادي هو اللي كنت علمت تمرين بالنادي قال هذا اللي كان يمرني بالنادي قلت يا هلا انت تسوي عمليه قال لي ما شاء الله انا والله حياك الله اي قال لي تمام قلت له قال ابد
قال انت تمرني منك الله يجزاك خير. قال تمام لما كنت كذا عدهم ما شاء الله مصاري روحهم خفيفه مره نسوني الان سالني انا عنه اي قال لي الوضع اجل خلاص بص يا حاتم شوف اهني عضله بدك نقطعها وش يقول اختار اختار العضله نقطع لك وش اخترت تخيل وانت مره يقول اختار قال اسم قال اد منك ان احنا نعرف كذا وعمليتك ان شاء الله انها سهله ولذيذه كذا فبندخلك اول واحد الصباح قلت تمام لذيذه وقع جيب الاوراق وقع 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 وادخل حتى اذكر ابوي والله طبعا مجاني قال العمليه صعبه وهو ما كرسي مختص في اشياء لازم تقولها عادي اسم بروتوكول فجاني هو قال لي ترى اذا جيت بشوف عمليه ترى ممكن يكون فيها لو ترى عمليه الفتح حق العظام من اخطر عمليات لانه ممكن لو يكون مكروب خفيف يلمس العظم خلاص تجيك زي الغرغرينه وزي ذا على طول يمكن بتر كذا قال ترى لانه ايش كيف نظام العمليه تبون اوصف لكم يعني زي يجيك زي يفتح لك ايش كذا اثنين يفتح كذا شفت ويطلع العظم تشوف العظم واضح وثمان يجبر الحين انا عندي الان انا موجود 9 مسامير اوريك صور اي المهم يوم قال لي كذا قال يلا مشينا نبدا يوم دخلت حطوني بالسرير وانقلوا السرير الثاني وانسدح وثبتوا يدي هذه قال يلا حاتم قبل نبدا العمليه شوف والله ما انت اختار العضله اللي تبين تقطعها يتلذذ ويقول تراني يا حبيبي اي قلت في عضله داخل هذه قال انت واضح تلعب نادي قلت اقطع لي اصغر عضله قلت اقول عضله في عضله اسمها بيركريدياس قلت اقطعها قمنا والله وقصها هذا اسم برجر هذا اي العضله هذه اذا قصها خلاص ما ترجع صغيره خلاص اي وشيلها المهم سالفه التخدير يوم سدحت يجيبون فوق جهاز كبير يحطون عليه حق ذا اكسجين يوم حطوا ساعه نظر ساعه كبيره ساعه كبيره نظرها ساعه ساعه سبع وش ابي اتبنج الالم قوي ما في شيء قلت يا ولد ما رقدت انا وقلت يضحكون تقدرون علي هم يا ولد جوهم اقسم بالله يا ولد نسوني الالم قال الالم مشكله مهنا وذاك جالس جنبي حق الدكتور بنج قال البنج هذا معي بالابره قلت والله قال شقوا عليك حط الاكسجين هاي حسب البنج قال البنج هذا معي بالابره قلت لا والله قال لي ويجيب البنج قال لي الدكتور جاهز يا حاتم كثير قال طيب ابيك تقول لنا سالفتك كيف طحت ذا قلت انا وانا كيف السرير مسدوح كذا وله طالعه زي الحديده ومثبته يدي هذه ومربوطه كذا ملبسين لبس العمليه جاهز عمليه والغرفه والله العظيم يا شيخ ما ودك ان عدوك يشوف الغرفه اللي فيها غير ثلج الغرفه يا الربع يوم تلتفت اناظر انا كنت ماني خايف عادي فخمه انا مطرقه منشار مسامير غرفه عظام حقت عظام كلها طق وذا شاكوش انا عشان اتكلم عمليتي دكتور فاقول لك اناظر كذا في شاكوش ومطرقه ومقص ومدري ايش انا يوم جاني كذا انا نظر الساعه نظر الساعه 7 وانا اشفط اكسجين قال لا توك وجيت ثاني قال اسمع ابيك تقولي نكته قلت يرحم ودي قال لا ماني قايل لك ماني مسوي لك ماني حاطك بنج تقول نكته قلت في واحد غاب يركب خير وطاح انكسر قالوا لك قلت له مقهور يرحم ودي خلص عليك قال اسمع ولفت فينا ويسولف علي الثاني وانا اسولف مع الثاني قلت اليوم رحنا كذا حرفيا والله العظيم البنج ان كانك انسان روبوت نعم والله انه نعم كانك انسان روبوت فيش مفصول كذا انا وش لاحظت انا ضل الساعه 7 الساعه 12 كذا والله كذا عاد وقتها تذكرت الله يجينا ان شاء الله ويدخلنا ان شاء الله الجنه بغيت اقول يوفقنا كلنا الموت اللي بقبورهم يعني الناس يقول كيف اللي يدخل قبر كيف يعيش ذا والله كذا رمشه عين طق ناظر الساعه 12 بس هو ناظر انا كنت هذري ما ادري تعرفون ايش معنى كلمه هذري هذه يعني هبد اللي عندي كله جاني واحد من العمي الله يذكره بخير جاب العيد جاء عندي واستقبلته وتعرف بعد البنج وصل عليه ما انت ايش تبي انت انقلع انت مدري وين البنج جيب العلوم كلها خليك تفك الاشاحه يستلم ما دعم ايش سال وراني مقطع يقول فصل انا فصلت عليه انقلع انت ايش تبي انا وصل عليه وصل عليه وصل عليه وصل عليه يوم شوي رحت السرير وراح البنج وباقي سالفه كاميرا تقول انت العصب باقي هذا بمخي للحين يوم صحيت نايم انا يوم صحيت الا يدي مسوي كذا اي بسوي كذا بشوف انا نايم على يدي والبنج يدي متبنجه كبيره اقول كذا هذه حركه اقسم بالله يا الربع اني حسيت بشعور اقول احرك يدي انا مخي اشوف كيدي تقول كذا بس ما في ما في لا احساس واجي اقول لولد عمي اضرب يدي قال ما في اضرب يدي ما في شيء
تعرف تعال يقول نهل الدمع، نهل الدمع ودموعي ودموعي تنزل دموعي تنزل سيناريو حياتي ويدي. وتخيل اصلا بعد تخصصي كعلاج طبيعي كله على يديني، راح المستقبل يضرب اقتراح المستقبل راحت الحياه يا رجل يضرب يدي. قال لي الدكتور ايش بيسوي الدكتور؟ ارفع يدي انت استعبل. قال والله وامسك يدي انا، وانا مشكله اقول بيدي كذا كان يقول كذا عايش بجوك ما في شيء. اخر شيء انا من الناس اذا حزنت ارقد، بتخيل قرادك الثاني الدكتور ارقد جاي. قلت احتمال 1% ان البنج يكون ضاغط على الاعصاب. قلت خليني انام وانام. يوم صحيت يوم انا ضريدي يوش معيدي مكسوره وعمليه وتسمى سمير إيه. يوم حسيت بيدي الا على طاري سالفه الخيل. انا قبل سالفه الخيل معلش يا على طاري سالفه الخيل كنت مع اخويا، فقال اخويا حكم علي اني اركب سيسي اللي هو الخيل الصغير. قلت يلا انا ترى ما داني الخيول ولا ايه ولا سيسي سمو حنتو حنتو وانا اركبه الا والله الوضع جازل لي يا الرب. وكني عشت دور خيار عارف النبي 10 دقائق بعد 4 ايام راحوا خوالي لمحل عندنا اسمه في الطايس من رده كل خيول معروف. راحوا خوالي عند الخيول ويجي في بالي السيسي الحنتور اللي كبت زمان ترى خيار وانا